الجمعة وفي وقت نأمل أن يكون من أوقات الإجابة وفي هذا الجمع الكبير، نسأل الله عز وجل القبول. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بالمحامد كلها. ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وأقوالنا وأعمالنا وصالح أعمالنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المؤتمرين في هذا المجتمع العظيم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بهم للبر والتقوى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جاز بالخيرات والحسنات كل من بذل لإنجاح هذا المؤتمر العظيم وهذا الاجتماع لأجل نصرة بيتك الحرام ومسرى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم جازهم بالخيرات والحسنات، واجعل ما أنفقوا بركة عليهم في أموالهم وأهلهم وأنفسهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد هؤلاء المسافرين والقادمين والحاضرين لهذا المؤتمر إلى أهلهم سالمين غانمين، وقد انتفعوا وانتفعنا بما قلنا وبما سمعوا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم وانفعنا وارفعنا جميعا بالقرآن العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل هذا اجتماعا مباركا على من حضره وعلى من رآه وعلى من تابعه وعلى أهل هذه البلاد، على جمهورية باكستان، واجعله بركة واجتماعا لكل المسلمين في كل العالم، وانفع به يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حقق لنا وللحاضرين ما نغنو إليه ونأمله من الخير والتوفيق والإحسان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.